الرئيس السيسي في ورطة حقيقية، لأنه مش عارف يدير البلد، لأن الضربة مش هتجيله من بره، الضربة بتجيله من الوطن، من البلد، من الشعب، لأن في شبه انفلات أخلاقي في وسط الشعب، وشبه مجاعة تانية، وفوضى عارمة، وكل الناس حاسة بالكلام ده، كل الناس حاسة بالكلام ده، لأن الكلام ده كله مذكور في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة عن مجيء نهاية تاريخ مصر، وإن الرئيس السيسي آخر رؤساء في تاريخ مصر حسب المذكور وحي من جهة مصر، وإذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد الرب، راجع الكلام ده ورايا، أغلق على المصريين في يد مولى قاسي، أغلق عليهم في يد الرئيس السيسي اللي هو فرعون مصر الأخير، الرئيس السيسي. الكلام ده كله مكتوب من 2600 سنة عن أحداث آخر 7 سنين في الأرض. مكتوب إيه؟ وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، المياه تنشف من البحر، تنبأ عن سد النهضة من قبل ما يكون سد النهضة من 2600 سنة، إن سد النهضة الأثيوبي هيتسبب في إتلاف ثلثين المحاصيل الزراعية في مصر، ثلثين المحاصيل الزراعية في مصر، من هنا هيجي الزيادة السكانية اللي في مصر، الناس عايزة تاكل، وإحنا ما بنعرفش نستورد لأن ما عندناش دولار. دولار مفيش دولار، فالناس عايزه تاكل ومفيش زرع طالع، فيحصل ايه؟ الناس هتاكل بعضها بعض، بمعنى اصح الانفلات الاخلاقي هينتشر، الجريمه هتنتشر. هو قالها الرئيس السيسي في الخطاب لما قال شريط الترامادول، قالها باللفظ. هو الراجل صعبان عليا، الراجل عايز يبني الوطن على حساب الاشخاص، عايز يبني الوطن على حساب الاشخاص، هو فكره كده، بس مش عارف ان الاشخاص هم بيفكروا في نفسهم الاشخاص، يعني الشاب من دول مثلا عايز 500,000 جنيه عشان يتجوز، فهو عنده جوازه واهله وبيته اهم من الوطن. شوف شوف وصلت لايه. الكلام ده حقيقي وانا بتكلم معاك بكل صراحه، ومفروض اللسان يتفك ونفتح ابواب المعارضه في مصر علشان ما يعرضوش من بره، اللي عايز يجي من جوه يتكلم من جوه، يتكلم من جوه، لان الحله لو فارت هتفرقع في الكل، الحله لو فارت هتفرقع في الكل. احنا عايزين خير بلدنا مش عايزين شر بلدنا، احنا عايزين بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا، لكن دي نبوات مكتوبه ان احنا داخلين على اخر 7 سنين في الارض، فاحنا داخلين في كارثه، كوارث يوم القيامه الشهير، فلازم نتكاتف مع بعض علشان نعدي ونطلب المراحم من الله اله السماء وغفران الخطايا، لان احنا في ازمنه صعبه جدا جدا ما حدثتش مثلها منذ ابتداء تاريخ مصر، لان الاب بقى مستهين بابنه، والابن بقى مستهين بابوه، والاخوات ابتعدت عن بعض، حتى الاسر اتفككت، الأسرة اتفككت، والناس ما بقاش معاها فلوس، اللي بياخد 1,000 جنيه في جيب اليمين بيصرفها في جيبه الشمال، فالناس أصبحت تعبانة، في تعب، في إحباط، حسب برضه المكتوب في النبوة. بص مكتوب إيه برضه؟ وتكون عمدتها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئبين النفس، كل العاملين بالأجرة مكتئبين النفس، أي أجري في مصر هتلاقيه مكتئب دلوقتي، لأن الكلام الله لازم يتحقق، والكلام ده مكتوب من 2600 سنة عن مجيء علامات يوم القيامة الشهير. خلاص إحنا داخلين على هذا المنعطف، على نهاية التاريخ، وفي لحظة من الزمن هتقوم الحرب العالمية الثالثة بين ملك الشمال وملك الجنوب اللي هم الغرب الجماعي وجوج ومأجوج، ومش هيكون ليها مناطق جغرافية معينة، بل هتكون في مصر وفي لبنان وفي سوريا وفي كل دوائر الشرق الأوسط. الكلام ده حقيقي وعلى وشك انه يتم. على جميع الناس الاستعداد للقاء الله الحي، لان مفيش زمان بعد الزمان، الوقت قريب،